عشان بقى نطمن عن اخر الاستعدادات للبطوله، معانا على الهاتف دكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات. برحب بحضرتك الاول على شاشه اون تايم سبورتس ومنورني في اون تايم نيوز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور وجيه. يعني عايزين نطمن من حضرتك عن الاستعدادات الخاصه لبطوله العالم للدرجات القادمه. اولا انا بشكرك على اهتمام القناه عندك برياضه الدرجات. نمرة اثنين احب اقول لك ان احنا بالنسبه للاستعدادات ليها كذا جزء. الجزء الاول المضمار نفسه اللي هو الملعب، يعني ملعب يعني. نعم المضمار انت عارف يعني، يا ريت تصرفنا ان شاء الله في الاستاد، يعتبر احدث مضمار في منطقه الشرق الاوسط يعني، يعني من المواصفات العالميه وكل الاجراءات اللازمه لتجهيز المضمار الحمد لله على قدم وساق وعلى وشك الانتهاء بصفه نهائيه، يعني بحيث ان هو يستقبل اي بطوله ان شاء الله. ده من حيث الملعب او المضمار بلغتنا احنا بتاعه الدرجات. نمره اثنين برضه يمكن انت اتكلمت في وقت مناسب، ان انا احب اقول لك ان يعني كان في حوار على مستوى الاتحاد الدولي، اجتماع الاتحاد الدولي مع رئيس الاتحاد الدولي اكثر من مره، وكانوا بيناقشوا انت عارف اوروبا اليومين دول بالنسبه للكوفيد وبالنسبه للكلام ده فيه مشاكل كثيره. كنا بنناقش الوقت او يعني التاريخ، فكان في رغبه من الاتحاد الدولي والدول الاوروبيه انها تحضر، بس التوقيت بالنسبه لهم غير مناسب. فبعد مناقشات ومداولات يعني بيني وبينهم رئيس الاتحاد الدولي، يعني موافقه الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، اتفقنا على ان الميعاد ان شاء الله هيتاجل، وانت يمكن اول واحد تعرف على المستوى الاعلامي يعني، هيتاجل الى ان شاء الله هيبقى بدل يعني خمسه، يعني من 5 ل 9 4 هيكون ان شاء الله من 1 الى 5 سبتمبر. لها عده اسباب التاجيل. احنا من جانبنا الحمد لله مستعدين ان شاء الله من كل الجوانب، الاستعدادات التنظيميه جاهزه، كل الامور اللازمه على مستوى البطوله كبطوله عالميه من جانبنا كمصر جاهزين الحمد لله. هو الراجل رئيس الاتحاد الدولي اعترف بهذا وقال يعني وشاهد ان هو يعني معترف بان التنظيم سوف يكون ان شاء الله على يعني اعلى ما يكون، ولكن ظروف الكوفيد مع اوروبا هتمنع دول كثيره وخاصه ان عندها ريستريكشن او عندها يعني ممنوعات بالنسبه لهم بالنسبه لظروف السفر. يعني في طيران معقول انجلترا مثلا اعتذرت، يعني استراليا اعتذرت، الولايات المتحده لظروف كثيره رغم ان مهم جدا لازم يشتركوا. فاحنا قعدنا بعد الحوار فضلنا ان شاء الله ان الموضوع يتاجل، هيبقى في فرصه اكبر لاوروبا تشترك معانا وفرصه اكبر لعدد كبير من الدول يكون مشارك. يعني خلاص البطوله تم تاجيلها رسميا ان شاء الله؟ خلاص رسميا امبارح بالظبط. كم منتخب هيشارك؟ شوف احنا عندنا كذا حاجه، عندنا 10 من افريقيا. نعم دول انا كرئيس اتحاد افريقيا اعمل لهم معسكر هنا في مصر، خد بالك على المضمار علشان يبقى افريقيا ليها دور وفي نفس الوقت يبقى ايه، وده الهدف اصلا من ان احنا نعملها في مصر، ان احنا يعني اولا نحتفل بالمضمار بتاعنا الجديد اللي هو يعني بيعتبر زي ما قلت لك من احدث المضامير اللي موجوده في العالم، في نفس الوقت يعني بندعم افريقيا وتكون موجوده في وسطينا ونزود العدد المشارك. بالنسبه لاوروبا دايما المشاركين الرينج بتاعنا بيكون دايما طبعا الظروف دي مش هيقل ان شاء الله عن 40 دوله يكونوا مشاركين في بطوله العالم. 40 دوله ان شاء الله مش هيقل باذن الله. ايه النتائج بقى اللي اسفر عنها اجتماع حضرتك مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بخصوص استضافه البطوله؟ هو كان كذا حاجه، اول حاجه طبعا متابعه المضمار. نعم اجراءات تجهيزية للمضمار، وتابعنا نقطة نقطة، والراجل يعني متابع جيد في هذا الأمر، ويمكن هو كان مشارك مشاركة قوية في يعني في تجهيز المضمار حتى من أيام ما كان رئيس الاستاد يعني. فالحمد لله الأمور ماشية، ما عندناش غير مشكلة واحدة وإن شاء الله بتتحل، اللي هو تشغيل التايمينج سيستم اللي هو جهاز التوقيت، تشغيله جهاز التوقيت جه، دي حاجة جميلة يعني برضو ان عندنا يبقى يكون هذا الجهاز بالنسبة لينا. لكن دكتور اشرف صبحي يعني قال لي ان هو ايام يعني بطولة بتاع الهاندبول اتفق مع مجموعة من الشركات الاجنبية اللي هي متخصصة في التايمنج التوقيت،
ان شاء الله هي هتقوم بهذا التشغيل ويبقى كده المشكله الاخيره اتحلت باذن الله. حضرتك ذكرت اكتر من مره البدمار، كنت عايز اتكلم عن نقطه البدمار، يعني يا ريت حضرتك برضو تعرف الناس ازاي حضرتك جهزتوا المدمار في الفتره الاخيره ان هو يكون لائق قبل المنافسات القادمه. لا المدمار ده قصه كبيره، ده قصته تاريخه من 1991، لكن الحمد لله انتهى. المدمار بينقسم الى شقين او ثلاثه، الاول التراك نفسه، التراك اللي بيتلعب عليه. ده بيبقى في كذا نوع من التراك، لكن ده التراك بتاعنا تراك خشبي معمول بالباركيه، طوله 250 متر، وده الطول العالمي او يعني المواصفات العالميه، عرضه 7 متر برضه طبقا للمواصفات العالميه. الحمد لله معمول يعني، وفي شركه المانيه بتتابع هذا الكلام، هي اللي عملت يعني المضمار نفسه الخشبي خشب. كان في مشكله ويمكن برضه اتحلت في وجود الدكتور اشرف لما كان في الاستاد، وكملها اللواء علي مدير الاستاد الحالي. فده من حيث المضمار نفسه كمضمار بيتلعب عليه. نعم. المنشآت الأخرى احنا عندنا المضمار بتاعنا بيساع حوالي 3000 أو أكتر متفرج، دي برضو كويسة من المضامير اللي تعتبر انترناشونال عالمية، يعني يكون فيها كده تبقى 5 و7 يعني أقصى حاجة، لكن ده مضمار معقول بالنسبة لبلادنا ولعبتنا وبالنسبة للمنطقة اللي احنا ممكن نشوف جمهور في البطولة ولا الموضوع ده صعب دلوقتي؟ إن شاء الله هيتوقف على ظروف الوقت وظروف الكورونا، هيتوقف على هذا، لكن ان شاء الله باذن الله بنامل ان التوقيت ده في اول سبتمبر. عشان كده احنا يمكن برضو كان الدكتور اشرف موافق على موضوع التاجيل لسبتمبر، يكون وقت مناسب ويكون حتى يعني ما دخلناش على الشتاء قوي، شهر 11 وكلام من ده. فاعتقد ان شاء الله تكون بطولة ناجحة بعدد جميل من كل الدول كثيرة على فكرة راغبة انها تيجي، يعني روسيا بعتت لي اكتر من مرة، يعني روسيا من الدول الكبيرة في الدرجات في المضمار بصفة خاصة، يعني في دول كثيرة ان شاء الله ما يمنعها الا موضوع يعني المشاكل بتاع الكورونا فقط. يعني عايزين نطمن بقى من حضرتك بعد نجاح البطولة طبعا لكرة اليد، الاجراءات الطبية والاحترازيه اللي هيتم اتباعها وتطبيقها في البطوله القادمه ان شاء الله في سبتمبر. والله شوف هقول لك على حاجه، الحمد لله كل الناس في العالم بره يعني شاهدوا ما تم في بطوله العالم للهاندبول، ويمكن ده اداهم برضو صوره مطمئنه، واحنا لنا جايد لاينز يعني الشروط بتاعتنا الطبيه، ممكن تكون هي نفس طبعا القواعد الطبيه الاساسيه كلها، لكن بالنسبه لينا كدراجات عندنا يعني البروفيسور بيجار ده هو المدير الطبي بتاع الاتحاد الدولي، عاملين جايد لاينز احنا ماشيين عليه تيبيكال، ومش هيختلف كتير عن اللي اتعمل في الهاندبول، يعني اجراءات طبيه تقريبا واحترازيه تقريبا واحده. يعني احنا عندنا كمان بالمناسبه برضو ليك، ان احنا عندنا ان شاء الله الشهر الجاي او الشهر الجاي عندنا بطولتين، ووافق عليهم في الجلسه دي اللي انت بتسالني عليها ضمن الموضوعات، وافق الدكتور اشرف صبحي على اقامتهم، بطوله افريقيا للطريق وهتكون في مدينه الشيخ زايد، وبطوله افريقيا للمضمار تكون بعديها على طول باسبوع، اللي هي هتكون على هذا المضمار، ونستغل هذه الفرصه ان تكون دي زي تيست او تجربه لصلاحيه المضمار لاقامه بطولات بعدين. يعني اخيرا عايزين نطمن حضرتك بقى على منتخبنا الوطني واستعداده للفتره القادمه. منتخبنا الوطني طبعا زي ما انت عارف كنا عاملين برنامج للمنتخب القومي بالذات للاستعداد للبطوله دي، كان فيها معسكرات خارجيه ومشاركات في بعض البطولات الدوليه، لكن للاسف الشديد البطولات الدوليه كلها الاتحاد الدولي لغاها، النتيجه اللي موجوده بره لغى حوالي اكثر من 71 بطوله، فدي كانت طبعا فرصه كبيره جدا للتجارب. المضمار برضه لسه مش بالصوره الكافيه عندنا لان هو يعني يبتدوا يتدرب عليه، لكن انا اعتقد التاجيل ده برضه هيديهم فرصه يبقوا ايه؟ يبقوا احسن. عندنا اولاد كويسين بيتدربوا على الطريق كويس جدا، والطريق ده جزء برضه من الاعداد لبطوله المضمار، يعني سباقات الطريق تبقى جزء اكثر، سباقات المضمار فيها جزء كبير قوي ان هم بيتدربوا على
الطريق. لكن احب اطمنك عندنا اولاد صاعدين كويسين، عندي بطوله ناشئين، عندنا اولاد حلوين. صحيح انت عارف البطوله كانت اصلا 2020، كانت يعني اغسطس 2020، بعدين اتاجلت ل يعني ابريل، وبعدين دلوقتي خلاص الفاينل يعني ديسيجن، القرار النهائي ان ان شاء الله تبقى 1/9 سبتمبر ان شاء الله. يعني كل التوفيق ان شاء الله حضرتك الفتره القادمه وللدرجات ان شاء الله المصريه. دكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا في اون تايم نيوز.